من منطلق دعم وتأييد الدولة المصرية وفي إطار الدور الوطني لحزب حماة الوطن، توجه وفد من قيادات الحزب في سلسلة من الزيارات لوزراء الحكومة المصرية الجديدة بالعاصمة الإدارية، وذلك لتقديم التهنئة لهم على ثقة القيادة السياسية، فضلاً عن بحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارات وحزب حماة الوطن خلال الفترة القادمة، حيث زار الوفد كل من نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بالإضافة لمفتي الديار المصرية ووزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان، كذلك وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأيضا شملت الزيارات وزارة الطيران المدني ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية وأيضا وزارة العمل ووزارة المالية.